وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، برضو جايبها فعل الخيرات، إيتاء الزكاة إقام الخيرات أبوابها كتير، قمتها إيه؟ أن تتواجد مع الإله الذي يهبك الخير، أدوى. وإيتاء الزكاة معناها تطبيق عملي على أنك استجبت، أخرجت من مالك حاجة إيه وطلعتها له. وكل صلاة تقرن بالزكاة، كل ما تشوف كلمة صلاة تيجي بعدها الإيه؟ الزكاة، لأن الزكاة تضحية بجزء من المال، والمال جاء نتيجة العمل، والعمل جاء نتيجة الوقت. تبقى أنت بتضحي في الزكاة ببعض ما جاء لك به العمل من الوقت اللي أنت اشتغلته، لكن الصلاة تضحية بالوقت ذاته، مش باللي بيجي من الوقت، بجزء من اللي بيجي من الوقت، لا بالوقت ايه؟ بالوقت ذاته. وكانوا لنا عابدين، عابدين يعني مطيعين أوامرنا مجتنبين ايه؟ نواهينا. ولوطا آتيناه، لوطا زي هناك ايه؟ هناك قال ايه؟ ولقد آتينا إبراهيم ايه؟ رشده. وبعدين برضو ولوطا أي آتيناه ايه؟ رشده، معطوف على مين؟ على إبراهيم. ولوطا آتيناه حكما، الحكم هو معناه الحكمة، لأن حتى حكم القضاء لما يحكم القضاء معناها إيه؟ كل مأخوذ من كلمة في الفرس، الفرس لما يجي الراكب يركبه قد يرمح به وقد يتجه فيه إلى جهة غير مرادة لراكبه، فلما يجمح منه يوم يحطه في حنك الفرس قطعة حديد اللي هي اللجام ده اسمها حنكة، تتحط في حنكه كده وينعمل لها طرفين، ان شرد بكده تشده، ان عايز تجيب اليمين تمسك الطرف اليمين وتشده كده، ان الشمال تجيب الطرف زي الدركسيون، زي الدركسيون تمام، اسمها الحكم. يبقى الحكم بيعمل ايه؟ بيخلي الشيء في طريق الحق، لان الحكمه وضع الشيء في موضعه، الحكم بقى بيضع الحق في موضعه من الشاكي او المشكو من الخصمين، يضع. ولوطا آتيناه حكما وعلما، العلم شيء والحكم شيء، الحكم تطبيق ما تعلم، العلم يبقى عالم وكذا 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 يعرف، إنما ولذلك العلم تحقيق ولكن السلوك تطبيق. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، يبقى نجى إبراهيم من الناس اللي كانوا يحرقوه، ونجى لوط من القرية التي كانت تعمل الإيه؟ تعمل الإيه؟ الخبائث. ومعروف الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسخين، السوء هو الذي يسوء كل من يخالطه، مش يسوء البعض دون البعض، أي واحد يخالطه يسوء، اسمه إيه؟ قوم سوء فاسقين. والفسق الخروج عن أوامر التكليف، لأن احنا قلنا إن كل التعابير الدينية مأخوذة من واقعيات الحياة الموجودة عندهم، أصل الفسق هو إيه؟ خروج الرطبة عن قشرتها. البلح لما يجي يبقى بصر أحمر أو أصفر وبعدين يرطب، ساعة ما يرطب تلتفت تلاقي القشرة أبت عن إيه؟ عن البلحة، وبعدين تبان البلحة كده، أو يقال إيه؟ فسقت الرطبة، يعني إيه؟ خرجت عن إيه؟ عن القشرة بتاعتها. القشرة ده هي معمولة عشان تحفظ حاجة، لما تؤدي مهمتها تقومت إيه؟ تطلع. المنهج الديني بيعمل إيه؟ بيحكم الشيء، فاللي يخرج عن المنهج يبقى اسمه إيه؟ فاسق. وأدخلناه في رحمتنا، طب ما احنا كلنا في رحمة الله، أما قال لك إن في رحمة عامة للخلق أجمعين حتى للكافر، لكن في رحمة خاصة، اللي رحمة اللي هتعدي الرحمة منه إلى الغير، ودي يعنون بها النبوة. ولذلك إيه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فرد الله عليهم وقال أهم يقسمون رحمة ربك؟
ده النبوة دي رحمة ربنا بعتها للخالق. هم هيقسموا الرحمة بتاع ربنا ده، أنا بقسم لهم الرزق اللي هم عايشين فيه، أبقى أنا بقسم الرزق اللي عايشين فيه وهم يجوا يقسموا رحمة ربنا؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نعم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية اللي هي سدوم، أيوة، التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا أي في ركب النبوة، إنه من الصالحين للنبوة، الله أعلم حيث يجعله إيه؟ رسالة. وطبعا قمة بقى الرحمة في الرسول الذي لا يستدرك بعده برسول آخر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بس الرسل كانوا رحمة للناس اللي زيهم، ولكن رسول الله رحمة لكل العالمين. نعم. هاتوا نوحا زي ولوطا برضه، إذ نادى من قبل فاستجبنا له. نادى معناها دعا، النداء طلب إقبال، يا فلان يا كذا يا تا، يعني معناها أقبل علي، هذا النداء. لكن النداء إن كان من أعلى لأدنى يسموه إيه؟ نداء، تقول له تعال يعني يلا. فإن كان من مساو يعني ما يصح تقول له أنا بناديك تعال لي، التماس. فإن كان من أدنى لأعلى يبقى دعاء، يبقى إيه؟ دعاء. ولذلك لما يقول مثلا إيه يا رب، اوعى تقول يا حرف ندى، قول يا دعاء، حرف دعاء، لان الندى يبقى اللي بينادي ايه اعلى من الايه من المنادى. لما تيجي تمتحن واحد كده وبدك تشوفه كده يقول له ايه، اعرب يا بني رب اغفر لي، ربي اغفر لي، تقول له رب ربي مش منادى، مدعو، والتقدير يا ربي، يبقى ده فاهم تمام. واللي يقول منادى حنسامح حنسامحه صحيح، لانه في حرف ندى وبتاع، انما ما بقاش عنده دقه في الايه، دقه في الاداء. اغفر لي ان قال فعل امر انا اديله 5/10، انما اللي قال فعل دعاء اديله 10/10. نعم. ونوحا اذ نادى ربه، اذ نادى ايه من قبل، فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. أنا ذا قال إيه؟ مش قال لا 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 تزرع على الأرض من الكافرين إيه؟ ديارة، مش كده؟ قال كده. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب، فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب الإيه؟ من الكرب العظيم. إيه الكرب اللي هو كان فيه؟ شوف نبي قعد 1000 سنة إلا 50 عام يدعي قومه لحد ما رفع يديه، يا رب إني دعوتهم جهارا وإني كلما أسررت لهم إسرار وإني مش عارف كل يوم أعمال، يعني 1000 سنة إلا 50 عام. وبعدين لما أمر البتاع يمروا عليه كده يطلعوا لسانهم، إيه اللي بيعملوا ده على السفينة؟ ويصنعوا الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منهم، يقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، ما أنتم مش عارفين احنا بنعمل إيه. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب الإيه العظيم. في آية ثانية هناك هيقول لما يجيب ربنا يقول ولنعم المجيبون، مش كده؟ فلنعم الإيه؟ نعم المجيبون. الله، هو يا رب فيه مجيب لواحد، ما يبقاش نعمة يبقى بيس المجيب، يقول له ايه؟ الذي يسألك شيئا فتجيبه وانت تعلم ان ده شر عليه، يبقى بيس المجيب انت، انما نعم المجيب قد يرد عليك الجواب، يبقى نعم المجيب وان رد، لانه فاهم ان دي مش هتنفعك. يبقى الحق الاعلى يقول انت بتدعي، مش انا موظف عندك عشان اديك دي، ده انا قيوم، وانت دعوت لان ذلك خير، ولكني اعلم بازليه علمي ان ذلك ليس خير،
ولذلك جوابي ليك اديك الخير، بس الخير في ان ما اديكش الحكايه دي. يبقى نعمه المجيب نعمه مش موافقنا. ولذلك احنا قلنا زمان هب ان الله يجيب كل واحد لما يساله كده يقول له كذا، يبقى ربنا بيموظف عندي اللي انا عايزه. لا، ربنا عنده قيوميه، عامل كنترول عليا، يقول لي يا غبي دي ما تنفعش الدعوه دي. ولذلك انا ايه، ويدعو الانسان ايه بالشر دعاءه بالخير، ويلح عليه كان دي خير، وكان الانسان ايه، وكان الانسان عجول. لا انا هخلي دي قدام، مش هجاوبك عليه، وابقى عملت لك الخير انت طالبها لانها الايه. ولذلك واحنا قلنا زمان الام مثلا اللي عندها واحده يمكن غلبها بحاجه تقول له اشرب نارك، مش بتقول كده اعمى ولا شوفكش. طب يفرض بقى ان ربنا قال لها والله والله دي هنديها لك، يبقى نعمل مجيب ده نعمل مانع. ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء برضه فأغرقناهم أجمعين. برضه جايب قصة ركب ما يسوق الأنبياء، ركب النبوة بس جايبها بإيه، بإيجاز يعني كده حاجات إيه، مش جايب القصة بقى كده. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم إيه أجمعين. أهل غرق أجمعين دي هو وسد مأرب عاملين عقدة عند سكان الجزيرة. سد مأرب لما نزل وغرق الدنيا فأرسلنا عليهم سائل الإيه العدل، لقد كان لسبأ في مسكنهم إيه جنتان عن يمين كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين. المية اللي كانت بتجيب لهم الخير هي كانت سبب الايه، فساعة المية ما جيت حاكم الماء والنار والعياذ وعدوين ما يمكنش الماء والنار، شو الأضداد الاثنين هم. فكانوا ساعة ما يشوفوا المية يخافوا، قاموا قال لك ده احنا نبعد عن الميه دي ايه ونغني ليه، وزي بعضه لما نعطش ولا حاجه نروح ناخد البتاع والقرب ونملى من حته بعيده. ليه؟ لان قال لك لما بدي تيجي الميه دي ما بنقدرش ايه، ما بنقدرش نقف لها ابدا. نعم. وداود وسليمان، برضو وداود اتيناه رشده موكب النبوه. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الله جيب حدثة من الأحداث التي مرت بداود وسليمان. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس، يحكمان يعني في خصومة في الحرس، في قضية الحرس. أما هو الحرس؟ الحرس هو إسارة تربة الأرض، زي ما نقول ايه نحرسه، مش كده بنقول نحرس ونعزقه. ليه ربنا سمى الزرع والثمر ده والجناين اسمها الحرس ويهلكوا الحرس؟ طب ده الحرس انك تحرط، هيهلك ايه في الحرس؟ ده بيهلك ما نشأ من الحرس. يبقى بيسمى الزرع ايه؟ الحرس. اصابت حرس قوم، يبقى الحرس المراد به ايه؟ الزرع. طب وايش معنى انا مسميه الحرس مع ان الحرس اعداد الارض للزرع؟ اما قال لك علشان يبين لك انه لا يمكن زرع الا بحرس. ليه؟ قال لك لان الحرس اهاجة تربة الارض، والعزق برضو اهاجة التربة. تلاحظوا بقى انتوا الفلاحين او اللي بيشوفوا القطار، لما المية تنزل تقوم تعمل طبقة زبدية على وجه الأرض، الطبقة الزبدية دي بتسد مسام الأرض. لما تسد مسام الأرض المية الجوفية ما تتبخرش لفوق، وما دام المية الجوفية ما تتبخرش لفوق تعمل عطب في الايه في شعيرات الجذور. العطب ده يخلي الزرع يصفر، لأنه كمان ما دام فيها مية ما يبقاش فيها هواء، والزرع برضه عايز هواء،
وعايز ميه قليله يدوب ياخد منها كده والباقي يتسرب. ولذلك يقول لك الارض الطينيه القوي اللي تلزق على الابنيه مش جيده، الارض الرمليه الخالص مش جيده، لان الطينيه تحفظ الميه لحد ما يعطب الجلد، والرمليه تاخد الميه ولا تديش الغذاء لله. فعايزينها صفره كده بين طينيات وايه تحتفظ بس بالميه بقدر كده. ادي الارض الصالحه. ليه بنسمي الحرث بقى الزرع نسميه حرث؟ ليه ربنا بيسميه؟ قال لك علشان الحرث ده بيهيج تربة الأرض، لما يهيجه يقشر الطبقة اللي بتبقى زي الزبد على المغطية المسام، ويخلي الهواء ينفد. الهواء ينفد إمتى؟ لما تنحرث الأرض والمسام بتاعتها تظهر، المية فيها شوية يتبخروا، يقوم لما تتبخر المية الجوف يفضى، يقوم ضروري ينزل هواء، يقوم الهواء يغذي جذور النبات، يبقى فيها الايه؟ يبقى بيسميها ايه؟ حرث. ولذلك يقول لك لا زرع الا بحرث، لا زرع الا بايه؟ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى يخليهم الاثنين مع بعض، يقول افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. انتوا بس بتحرطوا، انما احنا اللي بنزرع، انما انا سميته حرث عشان ايه؟ يبقى ما يمكنش تاخد زرع ولا ثمره الا اذا ايه؟ اذا حرثت. سن في الكون قبل ان توجد وقبل ان تكلف. الله قدم عطاءه بدون ان يكلفك شيئا. وقعدت لسن 15 سنه تاخذ من عطاء الله. ما كلفكش حاجه ولا حسبش عليك اي تصرف. خلاص؟ وبعدين هيديك في الاخر عطاء ما ينتهيش. الدنيا دي بعد سن التكليف عايزة منك حاجة في الأمور الاختيارية، أن تعمل لتنال، لأنك نلت أولا قبل أن تعمل. أنت نلت أولا قبل أن تعمل، وستنال آخرا بدون أن تعمل. يبقى لازم تعمل علشان تاخد ثمرة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا دي، يقول لك إيه؟ أعطوا الأجير إيه؟ قبل أن يجف عرقه. يبقى لازم إيه الأول؟ يعرق. يبقى لا تنالوا إلا بإيه؟ إلا بعمل. دي في الأمور التكليفية بتاعت الدنيا. ليه؟ لأن الله أنالك بدون أن تعمل أولا، وسينيلك بدون أن تعمل في الآخرة بنتيجة عملك في الدنيا. يبقى أنت تعمل عشان إيه؟ تنال في الإيه؟ في الآخرة. ونصرناه من القوم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس. يبقى الحرس هو إيه هنا؟ الزرع. إيه قصته؟ رجل عنده زرع ورجل عنده غنم، فراعي الغنم سهي عن الغنم، فالغنم ذهبت للزرع وكلته، فصاحب الزرع راح اشتكى لمين؟ لسيدنا داود. فسيدنا داود في أول وهلة كده قال ايه؟ ادي يا صاحب الغنم الغنم لصاحب الارض وامشي. فلما خرج كان سليمان سنه كام؟ سنه 11 سنه. فهم خارجين من عنده كده قال لهم ماذا قضى ابي؟ يعني قضى ابي دي ايه؟ قال ايه؟ قالوا له والله بتاع الغنم يديها لمين؟ لصاحب الحرث. احنا بنقول يمكن لقى ان الحرث اللي الزرع اللي بتاكل قيمته قيمه الايه؟ تقيمة الغنم، وتبقى خلصة المسألة. قال سيدنا سليمان قال إيه؟ غير هذا أرفق بالفريقين. ما قالش إن ده جو أرفق، يعني ده رفق برضه، إنما يعني يبقى في حاجة ثانية. غير هذا أرفق بالفريقين، يعني بصاحب الزرع وصاحب الإيه؟ وصاحب. فلما قال كده بلغت المقالة لمين؟ لذا سيدنا داود. فأرسل إلى سليمان قال له إيه؟ ما هو الرفق في الفريقين؟ نعمل إيه؟ قال له لا، إحنا ندي الغنم لصاحب الزرع، صاحب الزرع يستفيد من لبنها وصوفها وشغلته، ونقول لصاحب الغنم ازرع الأرض. صاحب إيه؟ ازرع. صاحب الغنم يزرع الإيه؟ صاحب الغنم إيه؟ يزرع الأرض. لما تجيب الثمر بتاعتها نقول له يا شيخ رجع الغنم لصاحبها وخد ارضك.
خلاص ده حكم وده حكم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. نفش الشيء أي أخذ حجما فوق جرمه. لما تجيب مثلا نقمة بقصومات كده قد كده وتحطها في لبن ولا أي حاجة تعمل إيه؟ تنفش. كانت الأول حجمها قد كده بقى حجمها إيه؟ نفشت، مش كده؟ ولذلك لما واحد يجي كده عامل كده يقول له انت مثلا نفش ريشك كده يعني واخد بحجم غير ايه؟ حجم اكبر من حجمك. خلاص كده كويس. اذ نفشت فيه غنم القوم. غنم صاحب الايه؟ الغنم راحت كلت الايه؟ الحرث. طيب اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. احنا مراقبين الحكم. ففهمناها سليمان. بس ده مش طعن في داود. وكلا آتينا حكما وعلما. وكلا آتينا حكما وعلما. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. دي بقى أخذت منها القوانين الوضعية محكمة درجة أولى ومحكمة درجة ثانية ونقضي ومش عارف إيه. إياك أن تظن إن المحكمة الاستئناف لما ترد قضاء محكمة درجة أولى إنها بتطعن فيه. أهي دي ففهمناها سليمان. ولذلك لما يكون قاضي مثلا لا مؤاخذة جزء ابتدائي حكم في قضية وبعدين القضية دي قعدت تتمطوح كشأن القضايا مدة كده لحد دوكا ما ترقى بقى قاضي مش عارف يمكن لما يجي يقراها وتجد ظروفه مش عارف إيه هو اللي يغير الحكم. يبقى إذا الاستئناف إيه؟ مأخوذ من إيه؟ من ففهمناها سليمان. ولا فيش طعن. وكلا آتينا ايه؟ حكما وايه؟ وعلما. وسخرنا مع داود الجبال. لما جمع داود وسليمان سليمان ابن داود حب يدينا الاشياء اللي ادها لداود والاشياء اللي ادها لايه؟ لسليمان. اهي ففهمناها سليمان دي حتة امتياز. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. سخرنا ما هو التسخير؟ قهر المسخر على فعل لا يستطيع ان ينفك عنه. مش مختار يعملها ولا ما يعملهاش، هذا مسخر. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. ارتقاء من الأدنى للأعلى. التسخير الجبال الجمال الأصم دي الجماد ازاي يسبح الطير يبقى شوية يعني هو فيه ايه؟ فيه حيوانية وفيه له صوت وله مش عارف ايه ويكاكي ويعمل ويكمل المكاكية بتاعته لما هي على أولاده يعني كل حاجة لها ايه؟ كل صوت له تعبير عن مراد. لكن الجبال يبقى نقلها لقاه. سخرنا مع داود الايه؟ الجبال. العلماء حينما يستقبلون هذه الآية يأخذونها بظواهر التفكير مش بعمق ولب الأشياء. ازاي؟ قال لك هو ما بيشوفش الجبال ولا الجماد بيتكلم وبيشوف الطير له أصوات يعني يعبروا بها عن مراداته إنما ما بيسمعوش يتكلم. نقول له طيب والعجب في دي ايه بقى؟ العجب يزول عندما تعمل مسح لكرة الأرض دي للكرة الأرضية. المسح ده هتلاقي فيها ناس مليين الدنيا وكل إقليم له ناسه. أمريكا فيها ناس وكندا فيها ناس واليابان فيها ناس ومش عارف سنغافورة فيها ناس والشام فيه ناس والعراق فيه ناس وإحنا فيه ناس كلنا. فينا قدر مشترك في الجميع وفينا أشياء تختلف في السمات والألوان والأشكال حسب البيئات التي نعيش فيها لكن ما هو بالغرائز متفقين فيه. مثلا الجوع غريزة مشتركة، العطش غريزة مشتركة، الخوف غريزة مشتركة، العواطف غريزة مشتركة، مش كده؟ الضحك في ضحك أمريكاني وضحك روسي،
البكاء برضو غريزة مشتركة كلنا مشترك فيها، ولذلك ربنا في المشتركات ما يخليش فيها اختيار ولا أي حاجة. ولذلك يقول إيه؟ وأنه هو أضحك وأبكى. ساعة ما دام هو اللي بيضحك ويبكي مش هنختلف، ما فيش فيها إيه؟ فيش فيها خلاف، لكن فيها أشياء خلاف. وأول شيء سماتنا وألواننا، دي أبيض وده أسود وده خمري وده قصير وده طويل وده عيونه لها شكل مخصوص مناسب البيئة ولها أنف أفطس، وده يعني أشياء مختلفة اختلافات إيه ست. وفي أشياء بنتفق فيها، ومن الأشياء قمة الأشياء التي نختلف فيها الكلام. الكلام حينما يختلف، أيختلف في صوت الحروف؟ يعني ده له حرف ينطق وأنا ماليش، ولا الحروف هي واحدة؟ لما قلت شرشر هي برضو ايه شين وايه وريه ولام، هي هي. اذا اصوات الحروف متحدين فيها، لكن معاني الاشياء هي اللي نختلف فيها. وقد يعز على بعض الحناجر انها تنطق ببعض الحروف، لان طبيعه التكوين ما تخليها شيء. مثلا اللي غير العربي ما يقدرش ينطق الضاد ابدا، هو عنده ايه الدال وخلاص وكفايه قوي. احنا عندنا في فرق بين الدال الرقيقه والضاد المفخمه، في فرق عندنا. شوف دقه العربيه في ايه. عندنا هناك فرق بين السين والثاء، مش كده؟ عندنا هناك فرق، هناك فرق عندنا بين الزاي والذال، في فروق. عندنا فرق بين الاء والعين، يمكن يقول الي، انما احنا نقول علي عين، مو عين معناها كده، هو ما يقدرش يقولها. لما حتى يجي يتعلم لغتنا تبقى دي برضه اللكنه فيه. طيب قول لي بقى، فاذا كانت هذه المساله كده، ادينتم اناسي مسمون كلكم انسان وبشر ومتفقين في حاجات كتيره ومختلفين في اللغه، اذا كنت عربيا تفهم كلام الانجليزي؟ ما تفهموش. تفهم كلام الطلياني؟ تفهموش. انما له كلام ولا لا؟ وله صوت وله ولا حاجه؟ قال لك اه. قال طيب اذا كان الانسان اللي زيك لما يبقى له لغه وانت ما تعلمتهاش ما تفهمهاش، يبقى لما الحيوان يكون لغه عايز تفهم ايه؟ طب خدها في الطير والجماد برضه له لغه، بس انت ما بتفهمها زي ما بتفهمش لغه الانسان التاني. اذا اللغه دي بنت ايه؟ محاكاه. تحكي اللي تسمعه الودن تحكي له، اللي يحكيه اللسان. ولذلك قبل ما يكون واحد ابكى ما بيتكلمش لازم يكون عنده صمم، ما سمعش حاجه عشان يحكيه. لكن ان كان الصمم جاله بعد ما سمع شويه كلام يتكلم به. يبقى اذا ما تستغربش ان توجد مع ناس لهم اصوات ولهم كلام بس انت مش فاهمه، مجرد التواضع على اللفظ. فاذا جبنا ولد انجليزي وحطيناه في بيئه عربيه يتكلم انجليزي؟ يتكلم عربي. طب بالعكس يتكلم انجليزي. إذن اللغه بنت المحاكاه، ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان. خلاص. يبقى إذن ما دام وجد انسان زيك وبيتكلم ولا تفهمش، فما تستبعدش ان تكون الاجناس الادنى منك لها لغات تتفهم بها وانت ما تفهمهاش، بدليل ان الله اعطانا صوره، بس صوره متنزله. انت انسان فتعلمت لغة، انت عربي وتعلمت لغة انجليزي تتكلم وياه وتبقى على القوي خلاص. انت انسان وربنا عايز يعلمك لغة الحيوان تفهم، علمنا مش قال علمنا منطقة الطير؟ ها علمنا ايه؟ منطقة الطير. طب ان امتن عليك وعلمت منطقة الطير، يمكن واحد برضو يمتن عليه ربنا ويتعلم منطق الجماد، تستبعدها ليه بقى؟ الهدهد قال ايه؟ قلنا زمان لما جه قال وتفقد الطير، لكنه بيعمل كل وقت استعراض، يعمل عرض كده. ما هو حشر لسليمان ايه؟ لسليمان جنوده ايه؟ من الجن والطير. فهم طيب تفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. أكن الكبير بقى الملك ده تفقده للأشياء حتى الهدهد الذي عارف أنه مش هنا.
شو التتبع قد ايه بقى. وتفقدت فقال ما لي لا ارى الهدهد، ما لي لا ارى الهدهد، يمكن انت اللي عينك يعني كده، ام كان من الغائبين. يعني هو مش انا يعني شكيت الاول من شايفه ليه، ولا هو غايب ولذلك ما شفتوش يعني خلاص. لأعذبنه عذابا شديدا او لأسبحنه او لياتيني بسلطان مبين. ده عداله النبوه بقى، هي كده عن كلام على العواهن كده، تعذبه ولا تذبحه ولا كده، او لياتيني بايه بسلطان مبين. فمكث غير بعيد. وبعدين ايه الهدهد جه، ساعه ما جه عارف انه قال له لا قال له يعني ما فيش كلام، احط بما لم تحط به. يا هدهد ويكلم سليمان مش ايه الديمقراطية دي؟ احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم. وقال له القصة، شوف بقى الكلام اني ما بيتكلم وفيهم عنه ولا ما فهمش او فيهم علمنا منطقة طيب تهلك. ده مش بس بيتكلم، ده عارف قضية العقائد والتوحيد قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الله 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 الله، ايش الحكاية دي؟ كأنه عارف ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخلق من السماوات، ما يسجدوش لله. كأنه مش بيتكلم بس، ده عارف قضية العقيدة وبيقول ازاي. ولذلك تجد انه مس الشيء اللي يهمه. ايش معنى الا يسجد الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض؟ ايش معنى الخبأ؟ ايش معنى هي دي اللي عجبك قوي؟ قال لك لان الهدهد الطعام لا يكون من ظاهر الارض ابدا، لازم ينبش عليه تحت. فجاب الحته اللي ايه، يبقى قضيه التوحيد وقضيه معرفه الهدهد. طب نمسي من الهدهد اقل من الهدهد حتى إذا إيه أتوا على وادي الإيه؟ النمل. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. الله، ده موظائف، ده عاملة ديدبان، عاملة إيه الوردية بيسموها إيه دي؟ واقفة عشان تشوف وإيه؟ وعلم كيف تحكم. قالوا إيه؟ قال يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. بس هم مش قاصدين، هم لا يشعرون لان كنتوا ايه صغيرة. ذرات صغيره تيجي تحت الرجل ولا يشعروا بها. مش ظلم يعني، شوف الدقه في الحكم، عشان يموتوكم وهم ايه هم ما يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، يبقى فهم ولا ما فهمش؟ هي كلمت النمل اللي زيه، انما هو. وبعدين قال ايه بقى؟ قال أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يبقى إذا إيه هو ما إحنا ما نفهمش، إنما إذا فهمنا نفهم. العلماء بقى لما جم في الحتة دي وسخرنا مع داود الجبال يسبح والطير، قالوا ده تسبيح، ده مش تسبيح يعني كده زي ما إحنا عارفين، ده تسبيح دلالة. تسبيح إيه؟ دلالة، يعني أنها بحالها تدل على الخالق. تسبيح ايه؟ طيب يبقى انتوا فهمتوا اخوي، ما دام تسبيح دلاله يبقى انت فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ لكن اللي خلقك وقال كده ولكن لا تفقهون تسبيحكم. هم بيسبحوا، قول انا مش فاهم التسبيح، انت ما انتش فاهمه، انما هم بيسبح. هو بايه؟ هو بيسبح الله. إذن الله سبحانه وتعالى أعطى لداود مزية إن الجبال تسبح معه. أما قال لك الجبال ما تسبحش إلا مع داود، تسبح مع غيره كمان، لا بس يوافق تسبيحها. الميزة بقى إن يوافق التسبيح بتاعه تسبيح الله. يعني ساعة ما يقول هو سبحان الله تقول هو يا سبحان الله سبحان الله، ويعملوا كرسي بقى توحيدي كده ويا بعض يعني. وهو يظل وسخرنا مع داود الجبال إيه يسبح. هناك بقى والطير محشورة كل له ايه أواب. يبقى اذا قول انني ما نش فاهم هي ليه. والدليل على ذلك ان العالم الان من نطاق البحوث التي يجريها وطموحات العلم بيعمل قاموس للغة السمك. بيعمل قاموس للغة السمك، ويمكن بعدين يعمل قاموس للغة الاحجار. ما احنا عارفين ما العلم يرتقي ازاي يعني.
يبقى إذا لكن أنا مش مستني لحد ما العلم يثبت لي، أنا ربنا قال لي خلاص أقل. يبقى ما دام قال ولكن لا تفقهون إيه تسبيحهم، ليه؟ لأن هم فاهمين الجماد ده جماد، نقول هو جماد واخد صورة في التكوين، صورة لجنسه، إنما أنت ما بتشوفش في المحاجر. لما تروح مثلا إيطاليا أو البلاد اللي فيها الجار تقوم تلاقي الأحجار طبقات، حجر بيتفاعل بقاله 500 سنة بقاله لون، وبعدين يجي بعد مدة كده يبقى له لون تاني، ومن حجر كده إلى إيه؟ إلى رخام، رخام درجة أولى، رخام درجة تانية، وبعدين يجي مرمر، ويجي مش عارف إيه وإيه. إذن طول عمرها بتتغير ولا بتتغيرش؟ ما دامت تتغير يبقى فيها حيوية ولا ما فيهاش حيوية؟ يبقى فيها حيوية. وكل شيء، طب ده أنت لما تضرب أوضة بوهية تلتفت تلاقي بعد مدة إيه اللي حصل لها؟ التغير. معنى التغير ايه؟ فيها تفاعل حيوي، بس انت مش مدرك حاجة، انت مش ايه؟ مفيش ادراك للايه؟ للمسائل. ولذلك لما كانوا يقولوا ايه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم من معجزاته ان الحصى سبح في يده، تقول له لا، هذب العبارة ولقحها عقليا، لان الحصى يسبح في يد ابي جهل. الحصى يسبح في يد مين؟ أبي جهل. قل إن رسول الله سمع تسبيح الحصى. إنما سبح لا، لم يسبح. يبقى إذن الذين قالوا تسبيح الحال استعجبوا من دي، يبقى لها لغة وتقعد تسبح بيها، ويقولوا لا الكلام ده زي الإنس، لما يتكلم بلغته ما تفهموش، إذا تعلمت هتفهم. كذلك الطير لغة، ولا مش عارف إيه لغة، كل حاجة لها إيه؟ لغة. ليه؟ لأن الكلام فرع وجود حياة، وكل شيء في الوجود له حياة، بس بحسبه. كل شيء في الوجود له ايه؟ حياة. انت لما تجيب حتى طبق بلاستيك، شوف بلاستيك اهي عجينة وتعمل الطبق، شوفها اول ما تيجي وبعدين سيبها سنتين ثلاثة، تشوف شكلها عمل ايه؟ شكلها اتغير كده وبقى مش عارف اهو. ما دام اتغير يبقى فيه تفاعل، تفاعل يبقى فيه حركة حياة، اخذ ورد ومش عارف ايه. قال لك علبة الكبريت اللي انت بتمسكها دي فيها طاقات بين ذرياتها متفاعلة تصلح لان تدير قطارا حول العالم. اذا العجائب في الكون، وان كان الكون انت هتدركه بعقلك يبقى ده ما يصحش انك تنسبه لربنا، ما دام هتدركه وتفهمه كده لا ما ينفعش. هناك احنا كنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى يعطي رموزا اشاريه في بعض الايات يمر عليها العقل التكليفي بتسليم او بفهم يصح، ولكن يجد بعد ذلك فهم. الفهم الثاني ما ينقضش الاول، ولكن يربيه يزوده يديله معنى ايه؟ معنى ثاني اعلى شويه، انما ما ينقضش الفهم الاولاني اللي انت ايه؟ اللي انت خدته. لما قال المشرق والمغرب، يعني الشمس لها مشرق، وبعدين قال مشرقين ومغربين، عرفنا مشرقين وايه؟ ومغربين، ومشارق ومغارب، عرفنا مشارق وايه؟ ومغارب. الانسان لما يجي بقى في القران يقوم يقول ايه؟ كل شيء، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل شيء هالك، كل شيء ما يقال له شيء هيجي له وقت ايه؟ يهلك. كل شيء هالك الا وجهه. يبقى وجه ربنا هو اللي مش هيهلك، وكل شيء ايه؟ هالك. وما معنى هالك؟ يموت، معناها كده. قال لك تبودي تجيبها من الآية تانية، قال لي يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي. يبقى الهلاك ضد ايه؟ ضد الحياة. مدام كل شيء هلك يبقى قبل كده كل شيء ايه؟ كل شيء. ومدام كل شيء حي اجري عليه شوية، بس بقانونه. كل حاجة لها ايه؟ قانون. ومش ضروري انت تسمع كلام. طب ده انت يبقى عندك مثلا خدام ويدخل عليك ضيف، بس اشارة من ايدك كده بس بعينك للولد، ان كانت اشاره غدا يوضب له غدا، ان كانت اشاره قهوه يجيب له قهوه، بالاشاره من دون ما يتكلم، بص له كده. ولذلك يقول لك يفهم بالايه؟ بالاشاره، من غير كلام. طب وانت عايز ايه؟ يتكلموا بقى الحجر يتكلم، يبقى له اشياء في ايه؟ احنا بنخترع لغات علشان الصوت ما ينسمعش. لما كانوا يجوا في البحار وبعد ذلك يعملوا ايه؟ يعلم الاعلام، ينشر الاعلام، يعمل كده تبقى تدل على كذا، يعملها كده تعمل كذا. دقات التلغراف
كل دي لها ايه؟ كل لها دي لون من الايه؟ لون من الاداء. يبقى الاداء والبيان مش ضروري بالكلام تسمعه انت، انما كلام يسمعه اللي هيتكلم لجنسه. ولما ربنا يديك بقى بصيره ويفيض عليك من اشراقاته يمكن ايه؟ يمكن تسمعه. ولذلك شوف لما ربنا يقول ويسبح الرعد بحمده، ويسبح الرعد بحمده. الى لقائنا اخر.